قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر لديها خطة كبيرة لتطوير مساجد آل البيت والصحابة والصالحين. وأكد الرئيس السيسي أنه سيتم العمل على تعويض أصحاب المساكن المحيطة بالمساجد لتطوير هذه المناطق. وإحنا من جانبنا في مصر هنا عندنا خطة كبيرة قوي لتطوير المساجد و يعني بتاعت آل البيت، وأيضا اللي كانت للصحابة اللي جم على مصر والصالحين. ويمكن لسه كان بيبقى في عرض من أيام قليلة عن اللي بيتم في مسجد الرفاعي ومسجد السلطان حسن والمواردي ومساجد أخرى كثيرا، اللي هي من أول القلعة فوق أو من أول السيدة نفيسة لغاية ما نصل إلى السيدة زينب إن شاء الله. ولو النهاردة، وده كلام بقوله لينا كلنا، إن إحنا لو محافظة القاهرة مع بعض المساكن اللي هي يعني ظروفها كانت اتنشأت بجانب كتير من المساجد ديت، إحنا لو ممكن نعوض الناس تعويض كويس عشان نقدر نخرج هذه المساجد بالإخراج المناسب اللي كانت موجودة عليه بأماكنها، احنا ممكن نعمل كده، واحنا متحركين في ده.